يا رب منك سكون النفس إن سكنت، ومنك أمني وإيماني ومعتصمي. يا رب منك تباشيري وعافيتي، وفيك عند هبوب الريح ملتزمي. لولاك ما قرى لي سمع ولا بصر، ودون فضلك لم أثبت على قدمي. سفرة العيد على ذي الجنة نمو عسى كل جننت قلبي بحب يلوي ذراعي له بتايب ولا عبر تجاريبه أمر الله أقوى أحبك والعقل ما قلنا العيادي حق الأهل لان اهلا كيفكم يا حلوين، اعتذر عن التاخير، حرفيا ادري اني مقصر معاكم وتاخرت عليكم تنزيل الفلوق الجديد، بس لاني واجهت مشكله اكتشفت ان في كثير مقاطع ما ينفع انزلها فيها خصوصيه وفيها يعني الناس باينين، واكتشفت ان اكثر مقاطع مصوره بالطول قليل اللي بالعرض، فلما اكبرها تقل الجوده ويكون مره تقريب، فحذفت مرة أشياء كثيرة. هو المقطع وصل ساعة بالضبط 60 دقيقة، فجلست أحذف وأختصر منه عشان ما يكون ممل، وخليته تقريبا 25 أو 21 دقيقة شيء زي كذا. فحبيت أعتذر منكم على تأخير المقطع، مو من عوايدي إني أأخر، برضو مع إعادة ضبط العيد وإني نايمة بدري ومع الصيام وكذا، فتأخرت عليكم صيام القضاء والست. فإن شاء الله بإذن الله أترككم الحين مع المقطع، واعذروني على سوء الجودة، وإن شاء الله أعوضكم بالمقاطع القادمة تكون الجودة أفضل وأحسن. لا تنسوني من لايك اشتراك سبسكرايب وكومنت لطيف، أشوفكم بإذن الله بفلوقات أفضل من هذا الفلوق. خليكم مع الفلوق. أهلا وسهلا فيكم يا جميلات قلبي، شكرا على الإضافات الجديدة، نورتوني نورتوا قناتي، شكرا على الكلام الجميل في الكومنتات اللطيفة في آخر فلوق، مرة أسعدتوني. هنا تكملة العيد، أول يوم العيد بالليل عند أهلي جالسين نلعب الأطفال لعبة الهدايا. وهنا أجواءنا أنا وخواتي وبنات بناتنا اسمنا عليهم، قاعدين نلعب هذه نجوم الليل ونصور، لازم نسوي هذه الفعالية كل عيد ننبسط فيها نستمتع، نصور لوكيت نصور البرامج الثانية. أعتذر لكم كثير بعد زحمة العيد والضغط، ما قدرت أصور لكم بالعرض إلا هذا المقطع، باقي المقاطع خذيتها من خواتي وبناتهم أكثرها بالطول عشان البرامج الثانية مصورين لها، أنا الوحيدة اللي أصور يعني لليوتيوب بالعرض، فلما أكبرها تقل الجودة، فمرة راح أكبرها لكم مرة راح أنزلها بالطول، فاعذروني على سوء التصوير وسوء الجودة. كنت جالسة أشرح لكم من هذا التنسيق اللطيف، تنسيق أختي وإنها صلحت لنا هذه العيديات، خواتي الثنتين مصلحين لنا عيديات البوتس نبتات وحاطين عليها عيد سعيد وحاطين فيها حجر وموية والنبتة، كانت العيدية جدا لطيفة مميزة واستمتعنا فيها، وصايرة ترند هذه السنة عيدية النباتات. وأهلا
أهلا أهلا يا وليد أهلا يا زينة المواعيد وسهلا اليوم كل الناس أهلا والفرح خير والناس فعلا ماذا نفعل نحن يا ترى اليوم نغني فطرة نرمي الأحزان للوراء باي 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 القلب يدق بفرحته والوجه تنطق ضحكته والكل يغني حنوته أهلا أهلا باي باي أهلا 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 يا عريق أهلا يا زينة المواعيد وسهلا غني غني يا دليل غني فالفرح صار جالسة أصور وتذكرت اني ما صورت لكم هدايا العيد يعطيهم العافية كل اللي عايدوني زوجي هدية هذه الباقة مع الفلوس هذه اختي نوري الله يسعدها عطتنا اللي طايحين فيها الووتس وحاطة عيد سعيد وحاطة تحت حجر اسود والنبسة جنة الهدية هذه بنتي الله يسعدها عطتني عطر كسار ماركة سان لوران وهذه هدية أختي من متجر الذهب الشريف ملهم وهذه هدية مرت خالي الله يسعدها ما قصروا جميعا أعطيهم ألف عافية هذه هديتي لنفسي عطر عساف وبودرة عساف لا البودرة مو عساف بودرة أجمل وعساف اليوم أقدر أمنتج لكم المقطع وأنزله إذا نزل لكم هاي المقطع إلى هنا فلا تنسونا من اللايك شير سبسكرايب إذا مشتركة جديدة إضافة تعليق لطيف لو تكرمتي الله يسعدك عشان يرفع الفيديو تنعرف قناتي يتحمس أنزل لكم فلوقات أكثر وأكثر كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة ينعاد علينا وعليكم صحة وسلامة أشوفكم بفلوق رابع يوم العيد أنا واقعة في غرام الباكج تبع الشوكولات مرة فخم ولذيذ لذيذ جدا هذا اللي بقمن يتصور لكم قبل يخلص مرة حلو يواجه يا زينة كل مواعيد وسهلا اليوم كل الناس أهلا والفرح خير والناس فعلا أنا لحال نحن نحن اليوم نغني فقرة نرمي الأحزان للوراء باي 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 القلب يدق بفرحته والوجه تنطق ضحكته والكل يغني حنوته أهلا أهلا باي باي أهلا
يا هلا وغلا فيكم الثاني ايام العيد السعيد. حبيت اوريكم مفرش الجديد اللي انفرشته، لان استوعبت اليوم الاول او قبل العيد ما وريتكم قلت بفرشه ولا صورت لكم اللوك النهائي. ناعم ابيض بس فيه الحركه الجديده دانتيل داخل عليه، ودخلت معه مفرش ايكيا عشان يطلع فخم. والحين راح البس البيجامه هذه وجهزت كوب القهوه والعطور والاكسسوارات والكريم، جهزت كل شيء معاكم عشان البسه. وهنا العيديات اللي عطوني خواتي امس، شوفوها تاخذ العقل اللي هي لبات البوتس. هنا واحده وحطيت هنا واحده، حاطين اكواب دائريه، فازه دائريه وفازه مربعه، فاخذت من الشكلين وبس والله.
راح أعطي إن شاء الله من عساف ليدي بينك والتولة عشان يكون مركز، والبودرة حقتها عشان يصير كله طقم ليدي بينك فتكون الريحة ثابتة أكثر، وممكن أحط من العطور كسار. حياتي مو وردية، بس أنا لونتها، لونتها لما استوعبت، لما استوعبت إن حياتي مهما راحت فهي إن شاء الله رايحة للأفضل، وفي مسارها الصحيح، بترتيب وتدبير رباني عظيم، عقلنا البشري ما يستوعبه، مهما كنا واعيين، يدبر الأمر بعظمته ورحمته وقدرته، كيف ومتى؟ لا تسأل، وترى بغمضة عين راح يغير حياتنا من حال إلى حال، كل اللي عليك إنك تكون واثق بخالقك وتتوكل عليه، راح تشوف التيسير من حيث لا تحتسب، لون حياتك مثل ما تبي، صدقني بتشوف مردودها. لا مرحبا فيكم، ثاني يوم العيد، هذا فطور العيد في بيتنا، فاعتمدت نفس الشيء. يوم العيد رتبت السفرة، خلني أدلعهم، وسويت بورد الفطور وبيض، حطيت كل عام تقير عساك من عوادة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، سويت بانكيك وحطيت الورد. باقي من العيادي حقت أول يوم باقي منها، لأن الثيم أزرق حطيت هذه السفرة من نايس، أحبها معروفة مشهورة هذه السفرة، بس أحبها وحطيت عليها الستاندات اللي هي كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة كذا، قلت أدلعهم شوي وأسوي فطور في بيتي. بعد إني ما حطيت الصحن الثاني رحت أجيبه، وطبعا عشان فطور حاطة كوب للشاهي وكوب للحليب، اللي يبغى شاهي أو اللي يبغى حليب نسكافيه أو حليب على شاهي. وبس والله فطور كذا خفيف، ما كثرت زي أمس، كنت محتارة خلي كذا ولا خلي كذا، أحسه كله حلو. أزرق مقرمة في هذا، ترى عيش طول كنت أبي روز أزرق، جوري أزرق، بس ما لقيت، أو أبي روز أزرق ما لقيت، مخلص تقولون الناس تفقد يسوون فيه معي أزرق. ما لقيت. هذا فستان الاجتماع رابع يوم، مرة عزيمة كبيرة وضخمة كأنها حرفيا زواج، محتارة أنسق مع كل شيء أسود وكسوار ذهبي أو أنسق أحمر بحيث أني أكسر الأسود، إذا لبست راح أقرر. الفستان ياخذ العقل جنن فعلا، فستان الحورية خلي الوحدة كأنها برنسيسة كذا، والكتافيات مرة جنن نفس الوقت ساتر وأنيق وحلو.
العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن الفايزين ومن العايدين أحباب أحباب فايزين ومن الفايزين أهلا أهلا يا عيد وأهلا يا زينة العيد وسهلا اليوم كل الناس أهلا والخلق خير والناس أعلم العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين ومن الفايزين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن الفايزين ومن الفايزين جايين يهنوا فرحانين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين في تنسيقات ليلة العيد في بيتي غير بيت الحمولة هذه من صباحات العيد الجميلة وجهز عليها البيجامة والكوب اللي يناسب بيجامة جديدة اكسسوارات بمثل الصلاة انتهى كلامه رحمه الله ومن آثار العبادة
تكفير الذنوب والخطايا والعفو عن الزلات والرزايا. ففي صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. ظافر بك سرور تجلى وبالروح حلى ونور أطلى، فماذا نريد؟ نريد التهاني وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. وعاما فعاما نحن غراما ونحلو إذا مات من جديد. ولو كان يوما سنحياه دوما، هو العيد لما يحل يجود.